اذا الان بدنا على زاويه 30 ايش بدي اطلع؟ اذا عرفت الزاويه هون هاي شو بتمثل الزاويه؟ فادي هاي بيطلع معي الافرج اللي موجود هون. خلينا نحسب الافرج. اذا في افرج بيساوي في ماكس اللي هي قديش؟ عفوا هذه هون جذر الاثنين في ار ام اس، في ار ام اس بجذر الاثنين، في ار ام اس اللي هي 240 بدي اضربها بجذر الاثنين، بدي اقسمها على باي على 2 وبعدين بدي اضربها في كوساين ال 30 اللي هي 0.866. قديش تطلع معي هاي؟ تطلع اظن 134. حتى احسبها شوف، طلع هذا الرقم 134 فولت. لا مش 187، 187 87. هلا بدنا نشوف هاي اذا كانها بتلف على سرعه 1600 ار بي ام، شو لازم احولها اول شيء من ار بي ام لايش؟ راديان بير سكند. اذا اوميجا بتساوي 1600 على 60 في 2 باي، مضبوط؟ فهذه تطلع معنا السرعه راديان بير سكند قديش؟ 67.5. ايش وحدتها؟ 167.5 راد بير سكند. بايش بدي اضربها الان هاي حتى اطلع الباك ام اف؟ الباك ام اف بيساوي كي في في اوميجا، لانه 13 فاي، ففاي تخلصنا منها دخلنا فاي في الكونستنت نفسه، فبتصير عندي الباك ام اف شو بتساوي؟ 176.5 في 0.8 134 بتطلع قديش؟ 134 فولت. شو بقدر الان احسب؟ اذا انا عارف هذا الفولتج وعارف هذا الفولتج وفي بينهم مقاومه، شو بقدر احسب؟ اذا صار في عندي في اي ماينس باك ام اف على على ار اي بتعطيني اي اي. اذا اي اي بتساوي 187 ناقص 134 على الريزستر. قديش الريزستر؟ 1 ولا 1 1 53. قديش بيطلع؟ بيطلع 53 امبير. شو بقدر احسب الان بعد ما حسبت الكرنت؟ تورك. بقدر احسب التورك. التورك ببساطه شو بيساوي؟ تي بتساوي 0.8 اللي هي كي في، هي نفس الكي في بس لها وحده مختلفه اللي بدي استعملها في مكان ثاني، بس هي نيوميريكلي رقميا نفس القيمه. هاي بدي اضربها بقديش؟ ب 53، فبعطيني التورك بيطلع حوالي 40 مش هيك؟ قديش بيطلع؟ 43.4 43.4 إذا هذا المثال ببين لي، هو مثال بسيط بس ببين لنا العلاقة ما بين، يعني احنا هون هلا جمعنا السيستم مع بعض، هي ماشين جبنا دي سي ماشين بيرمننت اكسايتيشن أو بيرمننت ماجنت كونستنت اكسايتيشن، بتغيير الفايرنج انجل غيرنا الفايرنج انجل بزاوية بحيث انه تغير عندي الافرج فولتج، تغير الافرج فولتج طرحنا الافرج فولتج من الباك ام اف على سرعة، طبعا لو تغيرت السرعة تتغير هاي الحسابات. لو صار على سرعة معينة راح يعطيني تورك مختلف لأنه الكرنت راح يختلف.